وين عمرو دار هذا شي حاجه كتحمر له وجهه وكل الله على اللي ضربه وكل اللي عليه الله وراه خرب راه شرينا مالو ها هو شرينا هنا ما مسلكاكش ونخليك اصاحبي راه كنت خدام اصاحبي في الفندق كنداوي هادوك اصاحبي الحمير والحيوانات واش شكل هادو الحمير سير عند الحمير الاحمر السلام عليكم الاخوان مرحبا بكم في هاد السطوريات هادو شحال هادي ما درنا سطوريات ملي بدا كان ياك الوليد ايه ملي بدا كان وجات كاع المرضى ديالك والمرضى ديال الوليد هذا الشيء حبسنا لي سطوره الاخوان وبطبيعه الحال واجهنا واحد المشكل اللي عويص وعويص جدا اييه هو المرضى ديالي لا لا هذا المشكل دابا اللي كاين دابا عندك في المشروع اصاحبي المشروع واحد المشكله خوت واحد الحولي جتو واحد ما راه عارفينو اصلا راه كاين راه عارفين واش كاين ولكن ما عرفتش شكون اللي هرس لي هذاك الرجل هذاك الرجل ما عرفتش شكون اللي هرس ليه ياك ماشي طبه لا 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 ماشي طبه هذا الله يهديك دابا الاخوان شنو طرا دابا واحد النهار جينا تلاقينا الحولي هز رجليه كان ضرو به ما لقينا والو نهائيا قلبنا ليه الحوافر قلبنا ليه فاش جيت انا نقلب ليه الحافر مع زيت ليه الرجل هي بانت ليه دايره بحق فهمتي هذه كما طاحنا شي حجره بحال هكا اولا طلعت فوق هذاك الكياس هو يهبط هو يهبط المهم شي حاجه كاينه تما ولكن الاخوان بطبيعه الحال اي مشكل ليه الحل وهذا المشكل هذا شنو الحل غادي به المشكل الحل كاين عند واحد السيد هنا هو معنا اللي هو الحاج حماد بوتلاخ مسيو دي باني الله يحفظك ولحد فين عمرو دار هذا شي حاجه كتحمر له وجهه فين عمرو انت خصك العقل انا غادي نعطيك باش كيحس الخروب ياك ما انا غادي نترجم ليك الهضره ديالو راه غادي ندير ليه البلايك غندير ليه البلايك وغادي نسمع ليه راه هاتي واش الحاج حماد ها ما تقول لي انا بنمشي لك في الحلول ديالي عندك راه لي سبيسياليست طبيب الحنجره صورة والقلب وحنا وما تحتاج صاحبي علاج نفسي ها دابا شوف شوف الدكتور ديباني الله يحفظك ويدين دابا خلينا من هاد الخلافات هادو غير خصك ضروري تمشي دير واحد التشخيص طبي للحولي ياك اول حاجه غادي تشخص ليه الرجل ديالو وغادي تشوف واش كاين عنده الحل ولا ما عندهاش الحل دابا والله معايا دابا باش تشوف داكشي اللي غادي ندير ولي سبيسياليست والخبراء في العالم كيعيطوا عليا ويلا داويتي هذاك صافي راه نرضي عليك نرضي عليك والله العظيم ولكن واحد الحاجه مهمه راه انا نجبر ونشوف الا غادي تجبر ولكن راه ما دايس الضحيه عارف قد ليك الامل لا الضحيه ولا باقول عندي انا غنصحو قبل العيد كاع باربع ايام هو دابا الله معايا تشوف الخدمه ديالي كي غادي ما تكون قبل الاخوان ما بطو عند الحاولين يشوفوا الحاله ديالو بطبيعه الحال المشروع كيف ما كتشوفوا القنين راه نقصوا بزاف بطبيعه الحال حيت اخر مره بعناهم بعناهم كاملين بعناهم حيت ما كتولدش في البروديه مع الحال البارد ما كتولدش بزاف ولكن دابا راه ما كيتزادوا راه بداو الاخوان عاوتاني كيتزادوا لله الحمد ان شاء الله تقريبا شهر 3 شهر 4 غادي تطلق عاوتاني الحمله ديال البيع الحمله ديال البيع ان شاء الله واللي بغى القن يجي عندي انا يلا الاخوان نفضل تحت نشوفوا الغلا كيفاش داير طبيعه الحال الاخوان دابا هبطنا لتحت قبل ما نوريكم الحوله الاخوان والحاله ديالو غادي نوريكم الصغار ديال القنينات كيف ما كتشوفوا اللهم بارك اللهم بارك الاخوان ها هما كيف ما كتشوفوا عصيره كيوت زوينين زوينين ديال بصح بلاتي شي واحد عصيره ماكرهش شي واحد ندي معايا للدار نبقى غير نوكلو ونتهلا فيها انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه والده 1 2 3 4 5 6 7 ف اجا ولا هنا كيهربوا الخوت فالاخوان كيف ما كتشوفوا عصيره كيوت كيوت ديال بصح واعر واعر فهاد الاخوان تقريبا تكون عندهم واحد 3 سيمانات في العمر ديالهم وبالنسبه للاخوان 11 فركوس راه اللي ديجا تولدوا الشهر فايت اللهم بارك ها هو واحد ذكر منهم كيف ما كتشوفوا راه ديجا كبروا بقات لهم تقريبا شهر باش يبداو يبيضوا يعني يبلغوا ودابا الاخوان غادي يمشيو يشوفوا الحاله ديال الحولي ها هو الحاج حماد بوتلاخت كي قالت فيه اش بان لك ها هو شتي راه ما يتحرك ما والو اش بان لك الخروف معطوب معطوب نيت ديال بصح ياك ها هو الاخوان هذا خرج لي العظم خرجي العظم ياك خرج لي العظم عرفتي اش كيقول لك كيقول لك الضلاء عادي من الضمير ولكن بلا دي باني دابا هذا بوحدو هنايا ياك بوحدو ما معاه لا خرفه لا والو كي دار حتى تهرس واش تاع فوق هذا بخني ما طلعش انا هضرت معاه قال لي ودي انا ما طلعت قال لي ودي السيد كان داير لي السنسل تاع عليا حيتيها قال لي القنفه حتى تهرس عاد حيتي السنسل اوه 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 الله الشلا وكل الله على اللي ضربه وكل اللي عليه اللي ضربه والسيد فيه الاكتئاب الاكتئاب السيد فيه الاكتئاب ها هو قال لكم مريض ولكن نفسي دي باني اش بان لك دابا هذا الرجل هذه واش عندها شي حل ولا لا هذا الحاولي هذا اون جينيرال انت بيتي تكون مرضي الوالدين إيه؟ جيب لي حاده كيفاش حاده الموس ندبحوه راه هذا ديال الذبيحه سير والله هنا قالك واش ما دايش ما دايش صاحبي هذا
هذا دابا هذا الخروف ما دايش الضحيه. انا ما بغيتش الضحيه انا، انا غنذبحو قبل العيد. انا انا كي بلاتي لا تعلف فيها صاحبي. لا كنعلفو قبل العيد ما نذبحوش صافي. وانت قبل العيد غادي تذبحو واحد اخر بعد العيد؟ غنذبحو المعجي، المعجي في العيد. اي واش المعجي سميتو؟ واش انت بغيتي تسال وي يا القوال بوراك فوق علاش ورا ما دايش ليكا وقال ليك قريني احولين ام لحين. شوف العتروس دايش تبيعها وياها الا كنتي في الباديه انت كاين فوسط المدينه وحق ربي حتى تشري الخروف المدينه ولا ولا الخروف راه شريناه مالو ها هو شريناه مالك ما مسلكاكش ما نسلكاك صاحبي لا وي هادوك صاحبي الحمير ولا الحيوانات. ايوا الحمير واش شبك لهادو الحمير سير عند الحمير الحمار سير عند الحمير اي كلاشاني وحق ربي حتى الكلاشي بلاتي والله سيدي حتى الكلاشي ها واسمع اسمع اسمع وكاينين اللي هما كاينين بحال العسل في الكرجومة كاين اللي هما القرينه الكحله ولا هما يا راجل صوت الدرس واش شي دور الله يعطيك شي مصيبه درنا قطعتيه واش حياك الى يوم الدين. نهار عندك غادي اللور اللور. حبسوا عينا هاد النزاعه هذا بغينا نشوفوا دابا الحل صاحبي. ندير له شي الكسبات الكسبات جيب لك الشوف تصنت لي تصنت لي الخروف الخروف هو والله العظيم تهرسات ليه هذيك البارتيه ديالو تهرسات وخرج 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 العظم هكا وبقى بحال يجي في العطبان ما بيناش بكري بكري ولكن دابا الحل غادي نديرو قصيبات فهمتي وغادي نديرو لهم الخيط وكل 3 ايام خصك تبدلهم ليه علاش نبدلهم ليه خصنا نجيبو ليه فرملي بقى يصواني ليه لا خصك هذاك باش بقى يتعود يحط رجليه في الارض صاحبي وكل 3 ايام انت غادي دير المشكل دابا قد لي الباكور 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 بلاتي هو السيد راه غادي شوف ربع الحيله قد لي ليها سيدي با يعطي له اوردونس ياك اي الاوردونس ضروري غادي نكتب عليه في نكتب عليه في الحيط باش ما ينساه خرج باش ما هالفاش ما جبتها سمح لي هاد الاوردونس سي دي با ريسا تخرج لي فيه غادي نخرج لي العكا يلا يلا قلتهم حتى انا يا الله عليك قبح بس لا زوين كيما هو بغيت تقام عليك هاد الخروف مليون واحد قام بلا ما دابا خلينا نبداو في الخدمه ديالنا الوليد راه شفت الفاصله شفت كلشي هالفاش ما هالفاش ما كلشي الدواء الاحمر او ديراه ما مجروحش الله يهديك اش بيدي الدواء الاحمر واش انت مريض علاش غير شو شويه ها بلاتي 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 صبر واه بلاتي صاحبي الله يرحم ليك الوالدين واه ماشي صاحبي طرش راه ما غادي نديرو البلاكه ديال انتير دي ها راه الخروف دابا شوف شوف فهمني ها راه انا شتي كيتوعد صاحبي راه ما تقدرش لا لا شوف اللهم ودي واحد اح ولا بزاف ديال احات شوف ردوا ليه لبس هو اللي قالت لبس هو اللي قالت يبغي تخدم راه غير تانفيكت عليه الجرح هو اللي قتلو لبس اللي قالت شي نهار تجيب على الصباح تلقى هي من الارمان جات هادي من الارمان كيفاش غير قادي فهمي تلقى هي بلانشا الوالد هذا راه كيتفايع عليك راه غير فتا وزع بلاتي بلاتي عليه شي خمسه من تما قلبي عليه شي خمسه صافي صافي هاكا هو نفس الثانيه الله يهديك دابا الاخوان هذا الخروف هذا بغينا نعرفوا واحد هذا السر هذا كيفاش تتهرس عباد الله بغينا نعرفوا كيفاش ماشي من تما ماشي من تما ماشي راه انا كنعبر ليه طانسيون باش ما يموت ليا واش اصاحبي كانطونسيون باكور ها ها اتا هو مهرس من هنا اعطيني خاطرك شتي من تما بالضبط ها انت يعني ولكن هاد العظم تحتاني واش دخلوا لا لا دابا ها داير هكا ها ها خصنا نديروا ليه العواد ديالو من هنا ونقادوه باش يبقى على النيشان ديالو اجي ولكن العواد ما يكونوش كبار عاوتاني باش يتمشى راه غادي يكون هكا والحاج ضرر نعم اختي ضرر نعم شوف راه عنده دو فيركتور كيفاش دو دو فيركتور واه
واحد المرة واحد والله يا وا ماشي دوب فريك وا دوبل فريكتير وا الله يدي دوبل فريكتير دوبل فريك المهم فيه دوبل فريك فريكتير عنده شي جهرسه تمهرس وغادي يبات معنا اليوم في السبيطار سير جيب لي العشاء والله انك راك تبات معنا شوف غادي نجيب الدجاجه وجوهي قال يلا والي الباك وقد دوايا صافي صافي قد الباك صافي صافي هذا دابا الرجل ديالو حصلت بين شي بريكا ولا شي حاجه فين هي البريك ما كاين دا بريك هنا لا والو دارت ويدي هكا الرق فهمتي تعوجات ليه هذاك ولات عنده دو فاكتور دوبل تراكتور هكا الرق فهمتي تهرسات دابا غادي نديرو ليه غنخلي دابا هكا كنعبر ليه انا الطنسيو ديالو المسائل ديالو غادي تجيب لينا جوج قصبات وهذاك وغادي ندهنوا ليه بلاصتو فق 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 باش ادهنوا ليه غادي ندهنوا ليه بهذاك الزيت العود ولا اي المهم اللي كان كاين الزيت الندل كاينه كاين هنا الله سير دابا ما حدو دابا حنا راه درت لي انا التنويم مغناطيسي سير جيب لينا هو راه ناس دابا ناس بلاصتو المهم الاخوه كيف ما كتشوفوا حنا نديروا ليه ان شاء الله هاد القصيبات هادو ياك سيدي باني شوف معايا السي خالد دابا العبر ديال هذا باش ما تدرونجي ما توصلهاش حتى لهنا هكا غادي تكون غير حد هنا حدو هنايا غادي تجبر ياك فهمتي اخويا خالد إيه؟ ولكن من بعد الشهر بعد الشهر راه ضروري تمشي دير لي واحد 3 دولار 4 حصات ديال الترويض ضروري شوف الترويض لا الترويض ضروري ضروري الترويض راه غادي يرود راسه راه هو براسو غيتمشى واحد الحاجه واحد الحاجه عندي واحد 3 ايام ولا 4 ايام ديال العنايه المركزه خصو يحيد لي القنبه من رجلي هكا كاين تلقو تلقو مسكين حيت دابا عندي تلقسيه اي بقيت عليك مع الدروج ولا شي حاجه هو مهرز كيدير ودرتي فيها انت بحال هذيك اللي ما كتعرف تشطح قالت لهم الله رضعوا جايه هي اصلا ما كتعرف تشطح اودي لا هذيك اودي قالت لينا بركه كدينا صاحبي رجل ديال السيد صافي صافي المهم الاخوه كيف ما كتشوفوا هي ديجا هذه الفصمه هذه راه جبناها ليه بروفيسيونيل كتلصق بوحدها دي بانيك هادي بروفيسيونيل غادي نزيدو عليها الاخوان واحد الباندا هكا باش تشد مزيان ودابا راه رجلي كيف ما كتشوفو مابقاتش كتحرك كيف من الاول صافا صافي ان شاء الله تقريبا واحد الشهر غادي يرجع غادي يرجع ان شاء الله غادي ترجع رجلي وديك الساعه يبدا ليه الترويج شويه بيكالا هكا هادي اسمع هادي البيكالا لا واه هاي اسمعني راه اسمع المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا دابا راه الخروف دابا نوضنا الحمد لله دورو كاع دي بوني هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا الرجل ديالو راه ما كيقدرش يحطها دابا ولكن ان شاء الله من بعد الشهر كيف ما قلنا لكم راه غادي تولي مزيان غادي تولي مزيان ولكن راه الرجله الاخوان رجعات لبلاصتها حيت كان فيها هذيك فاكتور دوبل فراكتور دوبل فراكتور هكا مهرسه ولكن اخوتي راه ريح مزيان مزيان فهمتي دابا راه كيريح امارش غادي نحيدوا لي ديك القنبه باش بقى يدور هنايا كاسي الضله اي ها بالمناسبه سي عبد الرحيم جا اول مره كتشوفو ياك المهم الاخوه ليسونسييل هو ان الخروف دابا راه عقدناه مزيان ما زيرناش عليه بطبيعه الحال باش انه ما يتحبسش فيه الدم ودابا ونخليوه ان شاء الله بحال هكا أيه. الماكله ديالو العلف ديالو انت مده شهر وهذاك الترويض راه كما كتبتي انت عندك انت عنده الكونترول من بعد الشهر هكا واذا لقيتي اون بانو كذا عليك بحاده حاده نيسان حاده هي موس انا معدي موس طحنا يوسعي كينا ويدينا وتكلات هذا هو اللي كيعاوني هو اللي كيعاوني هنا الله يعمر هذا كيعطيو من العلف نخالة وانا الاخرى انت كتعاون ماديا هذا راه معنويا يا قضله معنويا هذا معنويا راه معنويا على الشعول اما انت قال لي صاحبي يكتب لي السفلي كيفاش راه غير كتب راه يدي الله يهتمك تبارك بالله الله نقول لك واحد الكلمه انت مولدك كون راجلو بقى معانا ولا تدور بك ليام وتلقاك الوقت ماشي معانا هاكا انا ديما معكم انا مع الشعب المغربي